أحياها نهجا وقيم، أنثرها خلقا وشيم، أملأها أملا وهمم، أعكس منها صورتي. إنها مسؤوليتي، أحمي حياتي وهديها، تاج الصحة واقيها، ومن النور أغذيها بدني روحي شخصيتي. إنها مسؤوليتي. اليوم لبسي برعاية المحل اللي وراي أحلى تيشيرتات وأحلى الشورتات، وهذا شعاره وهذا هو المحل. لا يكون سناب 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 سريع تعال. السلام عليكم يا جماعة، شلونكم؟ شوف الستايل القوي هذا، شوف والله انصحكم بالستايل هذا، ستايل الوان حلوة وهذا. تعالوا ها، حلو حلو حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح أتكلم عن مسألة مهمة جدا نعاني منها في مجتمعنا، هي ورقة لازم نسلط الضوء عليها، قضية التقليد الأعمى. في تقليد قد يكون محمود، احنا نقلد يمكن الغرب في بعض الأمور قد تكون محمودة بالتطور، احنا بحاجة للتطور أصلا، لكن التقليد الأعمى تقلدهم حتى بالخطأ اللي هم يسوونه. في المقابل نقلدهم بدون تفكير. من قدوتك في دينك؟ من قدوتك حتى في لباسك؟ من قدوتك في عاداتك وتقاليدك؟ لكن الأولى والأحرى أن الإنسان يكون عنده عزة بشيء هو يمارسه. مثل ذلك نجد أن بعض أبناء القبائل، كل قرية كل قبيلة كل إقليم لهم عاداتهم لهم تقاليدهم، يعتزون بالقيم هذه، حتى بأفراحهم يعتزون في حتى رقصة السيف أو باليولة كما يقولها الإمارات. لكن عندنا شيء أنا أعتز فيه، قيمي وديني. إذا ما خالفت قيمي وديني قد أمارس تقليد لكن ما يكون أعمى. التقليد المذموم ما كان فيه شيء سلبي ونسويه وما ندري عنه أو رتب عليه في الدين أنه أمر مذموم. وجاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: السمت الحسن من أخلاق النبوة. يكون عليك سمت حسن والهدي الصالح. واحد لما يكون عليه شيء من سمة الصلاح والوقار، تجد بعض الشباب لبس غربي يعني متكلف فيه. طيب أنا ما أدري يعني، حتى بعضهم والله ودي أسلم عليه لكن أخاف أن سلامي له يظن أني أنا انتقصه. أنا أعتز بديمي وقيمي، أعتز بعادات وتقاليدي، قد أعتز حتى بلباس أهلي معي. في المقابل نجد أن بعضهم إذا ذهب إلى دول الغرب انسرق من ديني، روح تشبه فيهم. عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه يقول: يا نبي الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: ليس هم على الباطل؟ قال: بلى. شوف الكلمة، قال: فلما نقبل الدنيا في ديننا؟ ليش نقلدهم؟ قلدهم بالشيء المحمود. لكن كليا نتقلد بكل شيء، لباس حتى الأساور، بالبعضهم يضع حدايد على فمه من داخل دماء، والله هم يسوون، ليست من شيء، من ليست من عاداتنا. في تقليد محمود نسويه، هذا ما في حرج، لكن المذموم أن الإنسان يقلد حتى بالخطأ، وهذا أمر لا ينبغي أن يمارسه بعض الأبناء والآباء أيضا. ديننا ولله الحمد منا ما يرفض أن الإنسان يلبس أجمل الثياب، لكن عندي لك سؤال. أنت إذا قلت شيء أو قلت شخص بعينه أكيد أنك تحبه، والسؤال في هذا، تحب النبي عليه الصلاة والسلام وإن شاء الله أنك تحبه، لكن السؤال: ألسنا أولى باتباع النبي عليه الصلاة والسلام من أي إنسان؟ كان الأولى والأحرى يكون قدوتنا في ديننا النبي عليه الصلاة والسلام. الله تعالى ماذا يقول في القرآن العظيم؟ قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. خير أمة. احنا ندعي محبة النبي عليه الصلاة والسلام، ما تكون محبة فقط نكتب محمد في قلوبنا، محبة بالاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. مثال الآن عصري، لما صارت اللحية لوك وستايل عند بعض الشباب رب لحاهم، طيب الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها من 1400 سنة. بعض الرجال الآن للأسف رجال يحف الحاجب، يحرق يحلق الحاجب، رجل
طبعا حف الحاجب للنساء محرم ما يجوز، ما بالك رجل يحف حاجبه ويحرق الحاجب. دع عنك التاتو والوشم الذي يضعه بعض الرجال، دع عنك الاساور والقلائد، احنا نتشبه بقوم بالشيء السلبي وتركنا الاجابه تطورهم واخلاصهم في عملهم والتزامهم بالانظمه والقوانين. قلد هذا الشيء، نترك الجانب الايجابي ونتعلق بالسلبي، هذا التقليد الاعمى هذا هو المذموم في دين الله عز وجل. وتذكر ديننا دين قيم، اعمل بدينك. لاحظ شباب لما يسافرون في الخارج ولا يسافرون عند الغرب، البعض حتى يمكن النساء تنزع الحجاب المنقبة، تقط النقاب، لابس عباية تقط عبايتها، هم يدخلون بلادنا يلبسون لباسهم واعتز، وأنا كذلك أعتز بلباسي ولباس زوجتي ولباس بنتي. اعتز بدينك ولا تقلد أي إنسان، إنما قلد الذي يكون فيه شيء الحسن والمشرق، حتى تكون أنت مشرق وفي مجتمعك مشرق إن شاء الله تعالى. دكتور عبد الرحمن أبو معاذ، قضية الموضة انتشرت الآن، أبي سؤال مهم جدا، نشأة الموضة كيف كانت؟ على طاري نشأة الموضة، توني أبحث في موضوع الموضة فاكتشفت أن في برنامج جديد للماجستير اسمه فاشن سايكولوجي. فتصور أن يعني علم يدرس في تبع علوم النفس مختص فقط في الموضة، كيف تصنع الموضة، كيف تسوق للناس. لذلك لما نرجع إلى الأصول هذه، الأمر الأول اللي قاعد تزرعه عند الناس هو القيمة. أنت الآن رحت شريت سيارة، وقت شراء السيارة ما هي قيمة السيارة بالنسبة لك؟ قيمة وايد عالية. زين، طلعت السيارة من مصنع السيارات توك مسلمها، بعد أسبوع نفس الشيء، بعض الناس تلقاهم القراطيس اللي على السيارة ما حد يجيسها، ها؟ زين، بعد شهر تنشال، بعد سنة عادي يأكل فيها. الوصلة هني هذه دائرة الفاليو، دائرة القيمة، هم فنانين فيها، فيعرفون بعض الأمور اللي فيها قيمة عالية، بعض الأمور فيها قيمة أقل. هذا أول أمر يدرسونه في جانب الموضة. الأمر الثاني، في فرق بين السلوك وبين الرأي وبين التوجه. أغلب شركات الموضة تركز على مسألة الرأي، عفواً تركز على مسألة التوجه. أعطيك مثال، لما يكون عندك طفل عمره 3 سنين، سأله كذي سؤال بريء، قل يا وليدي شنو أحسن مطعم أنت تعرفه؟ راح يجاوبك مطعم معين معروف. أنا دائماً أسأل عيالي وعيال إخواني، فأقول له ليش؟ يقول لي أنا يعطي ألعاب. هذا معناته أن المطعم هذا قدر يزرع توجه بالأطفال وهم صغار، اللي هو الاتيتيود. فهذا فن من الفنون، إذا الواحد أتقنه راح يشوف أنه يفتح لها، لو إحنا استغليناها في باب الخير راح تشوف تفتح لنا أبواب كثيرة. الناس كيف توجهون للموضة عادة؟ الناس عادة متى يتوجهون؟ بالذات أتكلم عن فئة الشباب، لما يكون هناك خواء داخلي، لما يكون هناك خواء داخلي. الإشكالية هذه أعطيك على سبيل المثال في دراسة جميلة يمكن 2015، تقول 9 من كل 10 نساء شروا لبس ما لبسوه طول حياتهم موجود في الكبت. من كل 10 رجال هناك 3 رجال شروا لبس ما جربوه من قبل. هذا يعطي انطباع. في دراسة أخرى تتكلم عن الأسنان، هل يفرق أن الواحد إذا عدل أسنانه وكذا وأخرج على الموضة نفس ما يقولون بأسنان جميلة، هل راح يأثر في الجانب الاجتماعي؟ شافوا في دراسات وايدة أنه تأثر. بالتالي الناس إذا أصبح عندها خواء داخلي راح تركز على أمور سطحية، وهذه الأمور السطحية يعني قد تكون أحياناً زينة وقد تكون أحياناً شينة. الأمر الثاني، الواحد أحياناً يروح إلى مثل هالاتجاهات عشان يعزز ثقة بنفسه. بمعنى الواحد يتجه إلى أن يلبس ثوب حسب الموضة عشان يحسس نفسه أن أنا عندي قيمة. زين، القيمة ما هي بالثوب. الواحد يروح يشتري سيارة، سيارة فيها القيمة، اكتشف بالنهاية تعال ليش شريت السيارة؟ لأن بناس يطالعوني. إذن أنت ناقصك شيء عشان الناس يطالعونك؟ لا، مو ناقصه شيء، لكن هو عشان يعزز الثقة بنفسه قاعد يشتري وقاعد يدخل في مجال الموضة. بالتالي هذا أمر بشري موجود. التعامل مع الموضة كيف يكون؟ التعامل مع الموضة، لعل الرسالة وصلها بالذات لأولياء الأمور، يوصلهم رسالة بأن ترى موضوع الموضة جدا هش، موضوع الموضة جدا هش. بمعنى الموضة تأتي الآن وبعد 5 أيام 10 أيام شهر شهرين تنتهي. لذلك أوصل رسالة لأولياء الأمور، لا تتعبون وايد على موضوع الموضة مع عيالكم، لأنها جدا متجددة، فكونها هي وايد هشة هني يأتينا انطباع بأن لا تركزون عليها وايد. أحيانا بالعكس، أحيانا أعطيك العكس، بعض أولياء الأمور لأن ما يبي عياله يركبون موجة الموضة، فأحسن حل بالنسبة لهم أنا يمنعهم. أقوله في طريقة معاكسة، جرب العكس، جرب أن أنت تشبعه. هذا ولي الأمر يسولف يقول كان عنده ولد يحب الدببة، بنت تحب الدببة، يقول وكانت تحبه بشكل كبير، دببة كبار وصغار، فكان حل من الحلول قال شريت لها بدال 21
وحطيتهم كلهم على سريرها. تقول إذا وصلت إلى مرحلة بعد 5-6 أيام يبقى خلاص ما بي، ليش؟ ما أقدر أنام، كل واحد يمين وشمال. أحياناً عملية الإشباع بالذات من الموضة، خلاص يكبر الإنسان ويصل إلى عمر معين يقول الحمد لله شبعت. فأحياناً الإشباع يكون في موضع، بالذات في موضوع الموضة. طبعاً يعني لا أنسى موضوع أن الواحد يتأكد أن الموضة لها معايير، ما يعني ما تتعدى الجانب الأخلاقي، ما تتعدى الجانب الشرعي، أكيد هذه الأمور إحنا واعيين فيها. بعض شبابنا إذا نهيت عن التقليد الأعمى يقول زمنهم غير عن زمننا وتغير الزمان وإحنا الآن في زمن العولمة كما يقولون. ساعات نقلد شغلات يمكن في مجتمعنا سلبية، الاعتزاز بالجاهلية ودعوة الجاهلية وسب الناس وسب قبائل دون قبائل، هذا قد يكون مرفوض في ديننا، بل هو مرفوض في ديننا، بل قال عليه الصلاة والسلام من دعوة الجاهلية. ديننا ما يرفض الموضة أنك تلبس أحسن اللباس، أجمل لباس، ألبس ما شئت بحدود الشرع، تمشي في الشارع في الطرقات لابس لي شورت وعورتك باينة والله بحجة والله إحنا متحضرين أو الموضة. هل هدفك أنك تمشي وراء الموضة؟ أنا عندي سؤال عليكم محرج، لو رأك النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الهيئة راح تعتز أم راح تقع في حرج؟ ديننا ما يرفض أنك تقلد شيء الحسن، وعندنا عادات في دي يمكن في عادات قبلية كما يقولون أو عادات دخيلة في مجتمعنا أو عادات أخذناها من الجاهلية. قال الله تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، هذه عاداتنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. البس أجمل الثياب واكب العصر ما في مشكلة، لكن الشيء المذموم أرفضه واتركه واعتزني أنا تركته. خل عندك قيمة لما أنا يكون عندي الشيء السلبي أرفضه ولا أقبله، والشيء الإيجابي أأتيه وبالعكس أدعو الناس إليه. قد يكون التقليد لا حد يظن إحنا نرفض أن الإنسان يكون عصري، يكون عصريا واكب ما في مشكلة الموضة، لكن بحدود الشرع. كل بحاجة إلى أن تطور من ذاتنا، طور نفسك بحدود الشرع حتى يكون قدوتك في هذا نبي الأمة عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، الله يحبك ويغفر لكم ذنوبكم. إذا الله ورحمته أتنعم بعبادته، أسلك درب محبته، درب نبي وقدوتي. إنها مسؤوليتي.